هلا فيك بزهرة الخليج. أهلين وسهلين بزهرة الخليج. بدنا نبارك لك على 350 جرام وحابين نعرف شوي عن ملامح القصة. 350 جرام هو وزن القلب. نوح الرئيس محامي صاحب القضايا الصعبة يخترق القانون ويوظفه لمصلحته الشخصية. عنده 3 خطوط حمر: القضايا التي لها علاقة بالأطفال، بالتحرش الجنسي، تجارة السلاح. هدول 3 قضايا ما بيلعب فيهم نهائيا. مساحة اللعب لديه لتبرئة أي متهم هي بكل القضايا، كل ما تبقى من قضايا قانونية. يتعرض لأزمة قلبية، يتم شراء قلب له بمبلغ كبير، زوجته تسعى لإنقاذه، يرفض أن يدخل العمليات، ولكن بعد إلحاح يدخل إلى هذا المشفى. أثناء ذلك هناك شاب بسيط لديه من المشاكل النفسية نتيجة الفقر والوحدة اللي هو عايش فيها، يقرر أن يتبرع بقلبه لطفلة من حارته بحبها بيخاف عليها. بيتم استبدال هاي العملية مقابل هذا المبلغ. يتم استبدال هذا القلب الذي كان يذهب إلى هذه الطفلة ليدخل جوف هذا الرجل مقابل هذا المبلغ المادي. يكتشف هذا الرجل فيما بعد هذا القلب وين كان رايح وكيف تم سرقته وشراؤه ووضعه في جوف هذا الرجل. هنا تبدأ الحكاية. إذن نوح الرئيس قبل العملية وما بعد هذه العملية، التغييرات والتحولات اللي طرأت في هذه الحبكة الدرامية، هذا ملخص يعني. مشاركتك الأولى مع كريم رزق الله، كيف بتوصف الكيمياء بيناتكم بالعمل؟ هلا ممثلة بهالخبرة وهي أيضا يعني بنت الدراما، كاتبة تلفزيونية، صاحبة قلم وحكاية تلفزيونية طويلة، بس يكون في خبرة عند الممثل تستطيعين أن تصنعي الكيمياء يعني، والتواصل بيكون سهل ومرن. كارين اجت لأنه الدور مناسب لها يعني، لم تأتي لأنه هي والله قاعدة ما عندها شيء تعمله يعني، أتت إلى أن تلعب هذا الدور لأنها هي اقتنعت فيه وهو بمكانة تماما. هي زوجة هذا الرجل التي هي بديل بعواطفها وبحرصها وبشفافيتها وببساطتها تشبه أمه، فالشخصية مناسبة جدا وعم بيكون هناك كيمياء يعني نتيجة التحضير والبروفات والحرفة يعني والتكنيك الموجود بين الممثلين يعني بطبيعة الحال. صورتك بالعمل أثارت كتير جدل وشبهوك بكتير نجوم عالميين مثل الباتشينو، الأمير الوليد بن طلال. أنت كيف بتصنع شخصياتك بأعمالك؟ وهل أنت معجب مثلا بالممثلين العالميين؟ أكيد طبعا، يعني اسمهم عالميين أولا وأصحاب أفلام كبيرة وضخمة وحضور عالمي ودخلوا التاريخ. كيف تصنع الدور؟ ملامح، برسم ملامحه، بتخيلوا من الخارج كيف يتحرك، كيف يجب أن يكون الانطباع يعني، نحن نصنع الكاركتر حول الانطباع. إذا المشاهد كيف رح يشوفه، كيف المفروض يكون البادي لانجويج تبعه، فعله، ردة فعله، كلها هي بتتحضر، بتتجهز، بترسم، بيتبناها الممثل ويقوم بخلقها أثناء التصوير. على الصعيد النفسي، انتقال الشخصية من الجانب الشر للجانب الخير، احكي لنا كيف كان هاي النقلة وهل انت تعمقت فيها علميا؟
درست الموضوع علميا. ما في شيء علمي بيقول انه انت بتتمثل بصاحب القلب الجديد انك تشبهه، يعني ما في هيك شيء. بس الدراما هون تقتضي انه الفضول عند الشخصية، يعني عند نوح، انه يتعرف من هو صاحب هذا القلب. ولما دخل عالمه وتعرف على بيئته وحكايته آلامه أوجاعه أحزانه تبنى هذا الرجل. فالتبني هو صار شكل من أشكال التأثر، فأصبح هناك تحول. بعيدا عن المسلسل، عبد فهد ليش بعده أسير للدراما؟ إمتى بده ينطلق للسينما؟ ما صار في علاقة طويلة، والسينما فقيرة، الإنتاج السينمائي فقير بالمنطقة العربية. ما في إنتاجات، ممكن في فيلمين بينعملوا بالسنة يعني. فنتيجة عدم وجود سينما هو هذا السبب. شاركت كتير ثنائيات، كنت من أوائل النجوم يلي اقتحموا الدراما العربية المشتركة. أي برأيك من هاي الثنائيات حفرت أكتر شيء بذاكرة الجمهور؟ كلهم صراحة، كلهم يعني. ثنائيتي مع السيدة سيرين كانت مؤثرة، ولعبة الموت عمل حضور. ثنائية طريق مع نادين ولو أيضا عمل. فالأعمال هي كانت عم تحكي عن حالها. شو مصير مسلسل الساحر اللي نعرض نصفه الأول رمضان الماضي؟ مصيره خلينا نشوف، يعني بده وقت، يعني بدنا نقعد نفكر بالحكاية، أن نستكمل الحكاية. مجرد لقينا المناخ والوقت والظرف المناسب رح نسوي. ألف شكر لك أستاذ عبد. شكرا. شكرا. أهلا. شكرا. أهلا.